كرة تنقل طويلة تبعد من كارلوس، ما زالت الكرة والفرصة قائمة والمحاولة والتسديدة. الله، هكذا من المفترض أن تكون الصورة حينما يتعلق الأمر بغروب من القاع، بخروج من القاع. إذا أردت أن تكون في المناطق الآمنة والدافئة يجب عليك أن ترفع راية التحدي. أمسقال الصقور برزان يعودون للقاء بغدا عن طريق عادل علوي اللي تابع الكرة بشكل رائع جدا، وبالتالي نعود إلى نقطة البداية في هذا اللقاء. نعود إلى نقطة البداية، شوف الخروج اللي لم يكن موفقا من كلود أمين، وبالتالي المتابعة بعد ذلك، التغطية أيضا من المدافعين لم تكن كما يجب، وبالتالي يعود أم صغال للقاء. 1-1 تقدم السلية، لكن تقدمه لم يستمر كثيرا. أم صلال نجح في أن يعدل، تصبح الآن النتيجة 1-1. 1-1 في حديث